اوتي خواتاتي السلام عليكم الزوفي والميضه ميسي بونجور ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لي مزيان مشترك في القناه تاعي اشترك في القناه تاعي دوق على زر الجرس هكذا يجي عمونا بات لكم فيديو جديده جو دي ا سو كي سو سون با انكور ابوني كي سابون ما شان اذا اكتيف لا كلوش كوم سا ايزو اي نوتيفيكاسيون سي دي نوفيل فيديو وكم ديروا لنا جيم بارطاجيو لا فيديو ديروا لنا كومونتير باش لا فيديو تطلع في المقدمه وكم دعموا هذه القناه مستمر في البث. اليوم في هذه لا فيديو جيت حطكم على المدرب الفريق الاتحاد العاصمه وأين أعلن رئيس مجلس الإدارة سسبيا اتحاد العاصمة السيد عاشور جلول أعلن يوم الأحد عن إقالة المدرب الفرنسي فرانسوا سيكولوني وهذا لفعله لسلوك خطير أثناء مقاطعته لمراسيم البروتوكول لتوزيع الجوائز عفوا وهذا أثناء الكأس الممتازة لكرة القدم التي لعبت يوم السبت أمام فريق شباب رياضي لبلوزداد أين هذا الأخير فاز بهذه الكأس. البريزيدون دو كونسي دادمينستراسيون SSPA يسمى دارجي مسيو عاشور الجلول أنونسي ديمونش للموجاج دو لونترينور فرونسي فرانسوا سيسي كولوني pour faute grave après avoir boycotté la cérémonie protocolaire de remise des médailles lors de la Super Coupe d'Algérie de football. Disputé samedi et perdu. Le match s'est joué contre le CRB de le Chabab Riyadi de Blouzdad. Le Chabab de Riyadi de Blouzdad il a gagné le match. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Goukoum, salam alaikum. Goukoum, hadi la vidéo khlasen. Goukoum, inshallah, la vidéo al-qadima. Goukoum, qu'à la khair. Wassalamu alaikum.